سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أتأمل معكم هذا المنظر الرائع جدا الذي يعني يلامس شغاف القلب، هذا الطواف الرائع، هذا البيت إنه بيت الله. ولكن أحببت أن أتأمل معكم شيء لفت انتباهي. هنا أيها الأحبة، في المسجد الحرام يجتمع كل سنة ملايين الناس. على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة جدا، طبعا هلأ بسبب وباء كورونا يعني الأعداد قليلة جدا، ولكن هذا المكان كان يعج ويضج بالناس نساء ورجالا. على الرغم من ذلك، هناك ملاحظة مهمة جدا يعني لاحظتها، أنه لا يوجد شيء اسمه تحرش بين الرجال والنساء، على الرغم من الزحام الشديد، على الرغم من وجود مئات الجنسيات، كل دول العالم تأتي، كل الأعمار موجودة، كل أنواع البشر موجودة، النساء والرجال. لماذا لا يحدث أي حادث أو أي مشكلة؟ ما الذي يمنع من ذلك أيها الأحبة؟ أنا شاهدت بعض الفيديوهات في أحد شوارع نيويورك، مع العلم أنه توجد مسافة بين الرجل والمرأة الذين يسيران، بسبب تبرج المرأة فإنها تتلقى 50 تحرش في مشوار واحد، والفيديوهات موجودة تأكدوا منها. لماذا؟ بسبب عدم وجود حجاب. الحجاب أيها الأحبة شيء قوي جدا لحفظ المرأة. على الرغم يعني فكر بينك وبين نفسك، حتى إذا كان هناك ملحد يشاهدني الآن أو علماني لا يقتنع بالحجاب، انظر هنا لا تحدث أي عمليات، لا عمليات تحرش ولا اغتصاب، بينما انظروا إلى ما نشرته وكالة الأنباء العالمية مؤخرا في فرنسا، كم طفل تم اغتصابهم في الكنيسة عبر عشرات السنين، العدد بمئات الآلاف، مئات الآلاف أيها الأحبة. وفتح تحقيق في إيطاليا واتضح أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال اغتصبوا في أمريكا وفي الأماكن التي تعتبر أماكن مقدسة. لماذا؟ البشر بطبيعتهم لديهم ميول غريزية حيوانية بهيمية، هذه الميول إذا لم تضع لها قواعد، إذا لم تضع حجاب كهذا وتضع في داخل هذا الإنسان تعاليم تقول له مجرد النظر حرام، ستحدث هذه الكوارث. هنا في هذا المكان أيها الأحبة، أنا أقول لكم مكان زحام شديد في الأوقات العادية، الآن ظروف كورونا الآن فارغ يعتبر، يعني عدد يعني قليل جدا، أقل من 10% على ما أعتقد. فالمساجد أيها الأحبة، هل هناك عمليات مثلا تحرش أو لا يوجد؟ أبدا أبدا أيها الأحبة، نهائيا. إذا كان هناك حالة شاذة لا يعنينا ذلك، الذي يعنينا الحالات العامة، قوة تعاليم الإسلام. يعني عندما قال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، هذه الآية كم مشكلة وفرت هنا، كم من المشاكل كان من الممكن أن تحدث في هذا المكان وفي بيوت الله وفي أي مسجد آخر. آية واحدة وفرت ملايين المشاكل. وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لذلك أيها الأحبة، الرجل أو المرأة الذي يأتي إلى مكان مقدس، سواء كان البيت الحرام أو أي بيت من بيوت الله، بمجرد أن دخل في هذا البيت يستشعر أن الله يراقبه، والله يراقبنا في كل لحظة،
ولكن في الأماكن المقدسة يزيد إحساس الإنسان بمراقبة الله له، فتجد أن سلوكه ينضبط. مثل هذه التعليمات لا نجدها في ما يسمى بالكتب المقدسة. طب هذا دليل على قوة تعاليم الإسلام، على صحة تعاليم الإسلام، ودليل على أن الإسلام دين الله الحق. يعني انظروا هذا المنظر. أنا أطلب الآن من الملحدين والعلماء أعطوني منظرا مثله على مستوى العالم. الطواف يستمر ليلا نهارا منذ آلاف السنين، منذ ألف أكثر من 14 قرنا. أعطوني منظرا تتجلى فيه الطهارة والنقاء والتوسل إلى الله والبكاء والخشوع، لا يوجد. من الذي جاء بهؤلاء الناس إلى هنا؟ ولو فتح المجال لكل البشر لرأيت مئات الملايين. سيغلق المكان، سيمتلئ عن بكرة أبي، مكة كلها ستمتلئ. إذن أيها الأحبة، هذا يدلنا ويؤكد لنا أن هناك قوة هائلة في تعاليم الإسلام، تؤكد أنه دين من عند الله. لأن الناس كانوا أيها الأحبة في زمن الجاهلية يطوفون عراة حول البيت، يصفقون ويصفرون، هذه هي عبادتهم، التصفير والتصفيق والطواف عراة، وفي داخل الكعبة أو حولها الأصنام 360 صنما. تصوروا هذا المشهد عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعث صلى الله عليه وسلم في ظروف من الجهل. لو أنه غير صادق يريد الزعامة كما يدعي أحد المشككين، إنسان أخرق يدعي أن النبي يريد الشهرة والمال والسلطة والنساء. طيب، النساء كنا يطفن عاريات هنا، لماذا أمر النبي بالحجاب إذا كان يريد النساء ويحب الجنس ويحب الشهوات؟ لماذا؟ طيب، الأصنام تعتبر شيء مقدس، لماذا يتحداهم ويهاجر ويتحمل الأذى ويحطم هذه الأصنام ويأمر بعبادة إله واحد؟ لماذا؟ لو كان يريد المال وغير ذلك كان بإمكانه أن يصبح زعيماً ويتمتع بهذه الإباحية الموجودة في ذلك الوقت، مثله مثل أبو جهل وغيرهم يعني من سادات وزعماء قريش، ما هي المشكلة؟ إذن هذه التعاليم واستمرار هذه التعاليم ألف أكثر من 14 قرنا دليل أيها الأحبة على أنه رسول صادق في كل كلمة نطق بها ويتلقى وحيا من السماء. هذا المنظر أحبتي في الله، والله لولا أنه من صنع الله الذي جاء بهؤلاء هو الله، لا أحد يستطيع أن يبقي هذا الطواف أكثر من 1400 سنة مستمرا ويزداد. لا أحد يستطيع أن يمنع حوادث التحرش وحوادث، لأن هناك اكتظاظ وهناك رجال ونساء وبنات وكل الأعمار وكل أنواع في الدنيا، كل أنواع البشر. على الرغم من ذلك لا يحدث شيء، تجد في هذا المكان النقاء والطهارة والخشوع والبكاء. من الذي يتحكم بعاطفة هؤلاء الناس؟ إنه الله عز وجل. هذا دليل أحبتي في الله، أرجو من كل ملحد أو علماني أن يفكر فقط في هذا المشهد. أحد الباحثين الغربيين الذي كان هذا المشهد سببا في إسلامه قال في موسم الحج 3 مليون شخص خلال دقيقة يصطفون وكل واحد في مكانه الصحيح لأداء الصلاة.
قال هل توجد قوة في العالم تستطيع أن تنظم 3 مليون شخص خلال دقيقة واحدة؟ لا يوجد. نحن إذا كان لدينا جنود من 1000 أو 2000 أو 5000 شخص تحتاج إلى زمن طويل لتصفهم في أماكنهم. كيف هنا وبشكل أوتوماتيكي بشكل عفوي يصطفون للصلاة ثم تنتهي الصلاة يبدأون بالطواف، ثم 5 مرات كل يوم هذا الأمر، يعني هذا الأمر يحدث كل يوم 5 مرات. لذلك أحبتي في الله، يعني أنا فقط أختم بكلمة واحدة، وهي أن هذا الدين هو الحق، وأنه كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.